Human physiology, special senses, vision. Dr. Ghaida Mahmoud, professor of physiology. The cornea. The human eye. تركيب العين زي ما احنا شايفين العين structure دائري زي ما احنا شايفين كده وبيتكون من ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية خالص اللي هي fibrous layer اللي هي لونها رمادي فاتح دي من وراء حوالي 5 سداس الدايرة كده طبقة اسمها sclera من قدام سدس الدايرة الرمادي دي اللي اسمها الكورنيا. ادي اللير الاولانية الفايبرس لير. اللير اللي بعدها اللي مبطناها اللي هي لونها ازرق ديت اسمها فاسكولار لير لانها مليانة بلود فيسلز ودي من ورا اسمها الدايرة الكبيرة كورويد وبعدين من قدام في ستراكشر اللي هو السيلياري بودي وبعدين الايرس. الثيرد لير اللي هي الانترنال لير اللي هي السنسيتيف لير اللي مبطنة الطبقة الزرقاء اللي هي لونها براونش ان كولر دي ودي اللي هي الريتينا. دي الاي بالثري ليرز بتاعتها. اللير الاولانية خالص اللي برا اللي هي لونها اصفر اللي هي السدس القداماني منها اللي هو الكورنيا اللي هي ترانسبيرنت والخمس تسداس اللي بيكملوا الدايره دي اللي هم السكليرا اللي هي الاوبيك. الطبقه اللي تحتيها اللي هي مبطناها اللايننج ليها الطبقه اللي هي البرتقاني دي اللي هي الطبقه دي ناخد من قدام لورا اسمها ايه اول طبقه خالص اول جزء خالص منها اللي هو قدام اللي هو زي ليه شفتين كده اللي هو ده وده الشفتين دولت اللي هم بتوع الايه الايرس. الايرس ده منظر جانبي ليه المنظر الجانبي بيبان شفتين كده وبينهم فتحة المنظر ده اللي هو الايرس. الايرس ده من الجنب الشكل ده وفي الفتحة دي ومن قدام بيبقى الشكل ده شكل الديسك وده اللي بيدي العين لونها. اللون البني ده ممكن يبقى اسود ممكن يبقى ازرق ممكن يبقى اخضر حسب لون العين. الجزء البني ده هو الايرس والاسود اللي جوه ده اللي في الوسط الفتحة دي فتحة اصلا هي باينة كده لونها اسمر علشان هي فتحة بتفتح على غرفة مظلمة يعني اللي وراها ده دارك روم. كل اللي ورا الفتحة شايفين ما بين الشفتين الاتنين السمر دول في الفتحة اللي هي الخضر الفتحة دلوقتي اللي هي باينة خضرة دي. لما نرجع وراها هنلاقي كل الستراكشر اللي وراها ده كله غرفة مظلمة. الغرفة اللبني دي كلها غرفة مظلمة ليه؟ لان هي فيها بيجمنتس في طبقة الكرويد وفي طبقة الريتينا بتخليها ضلمة. عشان كده لما نلاقي فتحة لما نبص مثلا زي فتحة باب الأوضة مثلا فتحة ضيقة كده نبص منها كده على غرفة مظلمة هتبان انها لونها ايه اسود. الفتحة دي طبعا اللي هي فتحة البيوبل بتضيق وبتوسع على حسب كمية اللايت. يعني لو احنا تعرضنا لبرايت لايت بتلاقيها تضيق لو تعرضنا لديم لايت بتلاقيها توسع. ادي لو هي اتعرضنا لداركنس او ديم لايت هتلاقيها توسع دايليتد ده اللي هو ده اسمه مايدرييسس. ولو هي اتعرضنا لديم لايت او داركنس هتلاقيها تضيق اهو دي اسمها مايوسس. يعني الحركتين دول بتوع الايرس يا اما مدريسس اللي هي توسع يا اما مايوزس اللي هي دي. وهو شكله ايه شكله زي القرص كده وفي فتحة من النص اللي هي فتحة البيوبل وهو ليه لون اللون بتاعه ده هو لون العين اللي هو ممكن يبقى اسود او بني او ازرق. شكله الجانبي زي ما احنا شايفين اللي هو الشكل في المنظر بتاع الاي الجانبي ده اللي هو ليه شفتين واحدة فوق واحدة تحت وفي فتحة في النص اللي هي فتحة البيوبل. نرجع ورا شوية بقى دي احنا كنا بنتكلم على اللير اللي هي البرتقاني اول حتة منها اللي هي الايرس. نرجع ورا شوية كده هنلاقي
هنا structure فوق هنا وتحت structure فوق هنا. نفس الستراكشر ده اسمه ايه؟ الستراكشر ده زي ما انتوا شايفين هو نازل منه علقتين كده، ده الستراكشر ده اللي هو ايه اسمه السيلياري بودي. السيلياري بودي ده فيه مهمته ايه؟ مهمته يعلق العدسة بتاعت العين، يعمل suspension للعدسة بتاعت العين، ويعمل للعدسة كمان تغيير في القوة بتاعتها، هو اللي ممكن يخليها convexed او less convexed، يزود الباور الريفراكتيف باور بتاعتها او يقللها. ده لما نكون الاي عايزة تشوف الجسم القريب او الجسم البعيد يغير القوة، ساعة لما تعوز تشوف جسم قريب يزود القوة بتاعت العدسة. ومهمته التالتة يفرز الاكوس، يعني السيلياري بودي ده فيه حتتين اتنين، فيه حتة اسمها سيلياري ماسل، السيلياري ماسل دي هي اللي بتغير قوة العدسة، وفي جزء تاني اسمه سيلياري بروسس، والسيلياري بروسس ده هو اللي بيتعلق العدسة منه، وهو اللي بيفرز الاكوس اللي هو السائل بتاع العين. يبقى ده سيلياري بودي. تاني سيلياري بودي عبارة عن جزئين، جزء اسمه سيلياري ماسل، والسيلياري ماسل دي لما بتنقبض بتغير الكونفكسي بتاعت اللينس، والسيلياري بروسس دي بتعلق العدسة وهي اللي بتفرز الاكوس. نيجي نشوف دي العدسة اللي هي اللينس بتاعت الاي، اللينس اللي بتاعت الاي اهي متعلقة في العلقتين اللي فوقيها دول، اللي هم اللي هي الخطوط اللي هي الرفيعة دي، دي دول اسمهم suspensory ligament، بيعملوا suspension لللينس، اسمهم suspensory ligament. دول بيعلقوا اللينس في ايه؟ بيعلقوها في الاثنين اللي هم المربعات البيضة اللي فوقيها اللي هم السيلياري بودي. نيجي نشوف العدسة بقى. العدسة دي بتقسم العين لإيه؟ بتقسم العين لاتنين كومبارتمنت، كومبارتمنت قدامها وكومبارتمنت وراها. كومبارتمنت قدامها وده اللي هو لونه أخضر، ده اللي ما بين العدسة وما بين الكورنيا قدام، كل ده لونه أخضر. الجزء ده الانتيريور كومبارتمنت ده فيه ايه في العين؟ فيه سائل اللي هو الاكواس، الاكواس هيومر. الاكواس هيومر ده سائل، بس سائل خفيف يعني مش فيسد. ده مالي المسافة اللي ما بين العدسة وما بين الكورنيا اللي احنا بنقول عليه ده الانتيريور كومبارتمنت بتاع العين. العدسة قسمت العين للانتيريور كومبارتمنت ده والبوستيريور كومبارتمنت اللي هو ورا العدسة. كل ما هو ورا العدسة من اول العدسة لحد الطبقة الداخلية خالص اللي هي كل الطبق اللبني دي، ده اسمه البوستير كومبارتمنت بتاع الاي، وده مشغول بايه او في ايه؟ ده بيحتوي على سائل بس مور فيسد زن الاكواس، ده اسمه فيتريوس هيومر. يعني في دلوقتي السائل الاخضر اللي هو في الانتيريور كومبارتمنت ده لس فيسد، والسائل اللبني اللي هو وراء الاي اللي شاغل البوستير كومبارتمنت ده اسمه الفيتريوس هيومر. بعد كده هناخد الانتيريور كومبارتمنت اللي هو لونه اخضر، ناخد الانتيريور كومبارتمنت هنا هنلاقي الايرس اللي هو الشفتين السمر دولت بيقسموا الانتيريور كومبارتمنت ده لنصين اتنين، نص ورا ونص قدام. نص ورا اللي هو بين مين ومين؟ بين الايرس وبين اللينس، وده اسمه البوستيريور تشامبر بتاعت الاي. والنص التاني ما بين الايرس وما بين الكورنيا قدام، وده اسمه الانتيريور تشامبر بتاعت الاي. في الانتيريور تشامبر ديت هنلاقي في زاوية حادة هنا باينة ما بين الايرس اللي هو الاسود وما بين الكورنيا اللي هي الاصفر، في زاوية حادة هي فوق وتحت، اللي هما لما يبقوا من قدام هيبقوا داير ما يدور حوالين العين. دول الزاوية الحادة ديت اللي هي دي، ادي زاوية حادة اهي ما بين الايرس وما بين الكورنيا، وادي الزاوية موجودة تحت، ولما ناخد فرونتال فيو هنلاقيها داير ما يدور في الاي كلها. الزاوية ديت اسمها ايه؟ علشان هي ما بين الايرس وما بين الكورنيا اسمها ايريدو كورنيال انجل، ما بين الايرس والكورنيا اسمها ايريدو كورنيال انجل.
او اسمها على حسب الوظيفة بتاعتها لها تسمية تانية اسمها filtration angle. filtration angle ليه؟ لان هي ده المكان بتاع تصريف السائل اللي هو الاكواس ده اللي هو المنطقة الخضراء دي كلها فيها سائل. السائل ده لما بيجي يحصل له درينج او تصريف بيحصل له درينج في الزاوية دي اللي هي الفلتريشن انجل دي. يبقى اللينس قسمة الاي لانتيرور وبوستيرور كومبارتمنت، وبعدين الايرس رجع قسم الانتيرور كومبارتمنت لانتيرور وبوستيرور تشامبر. نرجع بقى ورا شوية، احنا كنا دلوقتي في اللير اللي هي البرتقاني اللي هي تاني لير من الاي، خدناها من قدام لقينا في الايرس، وراها لقينا في السيلياري بودي. نرجع ورا نلاقي بقية الدايرة ديت متكونة من استراكشر اسمه الكورويد، ودي لير مليانة بلود فيسلز. نيجي للانر لير اللي هي الثيرد لير من الاي اللي هي اللي لونها بنفسجي اللي عاملة لايننج بقى للكورويد، ودي السنسيتيف لير بتاعة الاي اللي فيها اللي هي اسمها الريتينا اللي فيها الريسبتورز اللي هي بتستقبل الضوء اللي هي الرودز والكونز. الكونز مين اللي بتشتغل في البرايت لايت وبتساعدها الرودز، والرودز مين اللي بتشتغل في الديم لايت بالليل وبتساعدها الكونز. الاثنين ريسبتورز دولت هما موجودين في الريتينا، ودولت اللي بيستقبلوا اللايت سنسيشن وبيحولوه لإشارة كهربية علشان تروح للبرين. هنلاقي هنا كمان في الاريا اللي هي البنفسجي دي في اريا خارجة البرة كده عند المخرج بتاعة الاريا ديت، بنلاقي ده في الريتنا شكله ديسك ستراكشر، وبعدين ممدود منه الجزء البنفسجي اللي طالع لبرة ده اللي هو المخرج بتاع الاوبتيك نيرف من الاي، والمدخل بتاع الفيسلز اللي هما السنترال ريتينال ارتري وفين. ايه ده جوه في الريتنا؟ بيبقى شكله عبارة عن ديسك بينكش وايت ديسك كده 1 مليمتر تقريبا في الديامتر بتاعه، وده اللي هو مليان بالفايبرز بتاعة الاوبتيك نيرف وهي خارجة من العين، والمدخل بتاعة السنترال ريتينال ارتري وفين. وده الديسك ده بنسميه بلايند سبوت. بلايند سبوت يعني ايه؟ ما بتشوفش. يعني ليه ما بتشوفش؟ لانها هي ما فيهاش غير النيرف اللي هو الاوبتيك نيرف بس، ما فيهاش ولا رودز ولا كونز، ما فيهاش ريسبتورز تشوف بالنهار ولا ريسبتورز تشوف بالليل، فما فيش ريسبتورز خالص، فدي اريا بلايند. بس طبعا الكلام ده مش مرض، احنا بنقول عليها فيسيولوجيكال بلايند سبوت. عشان كده فيسيولوجيكال بلايند سبوت يعني هي فيسيولوجيكال ما بتشوفش عشان ما فيهاش ريسبتورز، ما فيهاش ولا رودز ولا كونز. الديسك ده احنا لما بنبص بجهاز اللي هو الاوفثالموسكوب علشان نشوف القاع بتاع العين، اسمه يكون الدكتور بيعمل حاجة اسمها فحص قاع العين او بيشوف الفندس بتاع الاي، بيشوف الديسك ده قدامه تقريبا بينه وما بين البوستيرور بول بتاعة الاي تقريبا 3 مليمتر. يبقى الاوبتيك ديسك ده ما بينه وما بين البوستيرور بول تقريبا 3 مليمتر. الاوبتيك ديسك ميديال يعني طالع من الاي من النيزل سايد، 3 مليمتر ميديال للبوستيرور بول بتاعة الاي. جاست في البوستيرور بول بتاعة الاي هنلاقي سبوت كمان كده يلوش ان كولر اللي هي اسمها الماكولا ليوتية. الماكولا ليوتية ديت سبوت من الريتنا، بس على عكس بقى الاوبتيك ديسك هي مش اريا ما بتشوفش، بالعكس هي اريا هي اللي عندها الموست اكوريت فيجن فول اوف ريسبتورز. الاريا الماكولا ليوتيه دي مليانه
بريسبتورز ومينلي اللي الريسبتورز اللي فيها كونز اكتر من الرودز. اليلو سبوت ديت هي تقريبا في البوستيرور بول بتاعه الاي، وفي السنتر بتاعها بالظبط فيه يعني فيري تيني، يعني حاجه زي سن الدبوس كده، نقطه رفيعه خالص اسمها فوفيا سنتراليس. الفوفيا سنتراليس ديت نقطه في نص الماكولا اليوتيه، ودي اكتر حته فيها دقه في الفيجن في الريتنا، ودي البوينت اللي احنا بنعمل ايه فيكسيشن على الاوبجكت لما نكون عايزين نركز على اوبجكت الصوره بتاعته بتقع جاست على الفوفيا. الفوفيا دي اللي هي جاست في البوستيرور بول بتاعه الاي، ودي تقريبا ودي في موست اكوريت فيجن، ودي فيها اونلي كونز، ما فيهاش رودز، ما فيهاش رودز خالص، يعني الاوبتيك ديسك ما فيهوش رودز ولا كونز. الماكولا اليوتيه فول اوف كونز، فيها very little number of roads. اما الفوفيا سنتراليس ما فيهاش غير only cones، cones بس، والكونز احنا قلنا انها بتشوف mainly الصبح وبتساعدها الرودز. يعني معنى كده ان الفوفيا ما فيهاش غير الريسبتورز بتاعت الرؤية الصبح، ما فيهاش الريسبتورز اللي هي الرودز اللي هي بتاعت الرؤية بالليل، ولذلك الفوفيا سنتراليس دي بنقول عليها physiological night physiologically night blind spot. الاوبتيك ديسك بلايند سبوت طول النهار، ما بيشوفش ولا بالليل ولا بالنهار. اما الفوفيا هي ما فيهاش رودز، ولذلك هي فيسيولوجيكالي نايت بلايند، يعني بالليل في الديم لايت وفي الداركنس هتلاقي الرؤيه بتاعتها فيري فينت. ده شكل الريتينا من جوه، زي ما احنا اللي هي الطبقه الداخليه الثالثه اللي هي السنسيتيف لير، اللي هي لما بنيجي نبص على عليها من فتحه البيوبل بالاوفثالموسكوب بنشوف الاثنين الديسكس اللي احنا بنقول عليهم في قدامنا على طول قدامنا لما نبص من البيوبل. ادي ده اللي هو الاوبتيك ديسك اللي هي البلايند سبوت، وادي ده اللي هو 3 ملم عند البوستيرور بول تقريبا بتاعه الاي، اما الاوبتيك ديسك 3 ملم ميديالي ليه او نيزلي. القرص الثاني ده اللي هو الماكولا ليوتيه اللي هي في وسطها الفوفيا سنتراليس اللي هي ادق حته بتشوف. الاوبتيك ديسك هو الجزء اللي ما بيشوفش البلايند سبوت، والماكولا ليوتيه هي اكتر حته دقيقه بتشوف، هي الفوفيا سنتراليس اللي هي في نصها هي اكتر حته بتشوف. الاوبتيك ديسك ما فيهوش ولا رودز ولا كونز، الماكولا ليوتيه مليانه بالكونز اكتر من الرودز، الفوفيا سنتراليس اللي في نص الماكولا ليوتيه فيها اونلي كونز. الاوبتيك ديسك فيسيولوجيكالي بلايند سبوت، اما الماكولا ليوتيه الفوفيا سنتراليس او الماكولا الفوفيا سنتراليس عباره عن ان هي ما فيهاش الريسبتورز بتاعه الرؤيه بالليل، فاسمها فيسيولوجيكالي نايت بلايند سبوت. دي صوره للايرس، الديسك بتاع الايرس شايفينه اهوت، هو ده اللي بيدي الكالر بتاع الاي، بيبقى ممكن يبقى براونش، ممكن يبقى بلاك، ممكن يبقى جراي او لبني، او على حسب هو بيدي لون العين. وشايفين في كل الصور واضح جدا البيوبل، فتحه البيوبل اللي هي في الوسط بتاع الديسك بتاع الايرس كلها لونها بتبان لونها اسود، علشان هي قلنا بترفلكت، هي فاتحه على غرفه مظلمه. الدارك تشامبر دي اللي هي بسبب البيجمنتس الموجوده في الريتينا وفي الكرويد بتخليها مظلمه، وبالتالي الفتحه اللي بتفتح عليها بتبين لونها اسود، وده الطبيعي بتاع شكل الايرس وشكل البيوبل في الوسط بتاعه. ده شكل الاي، دي الاستراكشر الاولاني اللي هو واخد السدس القداماني الترانسبيرنت اللي هو الكورنيا، وده الاستراكشر اللي مكمل الخمس اسداس الدايره اللي هو اوبيك اللي هو السكليرا. احنا هندرس ان شاء الله الكورنيا.
ده شكل الترانسبيرنت ستراكشر اللي هو الكورنيا من الجنب، شايفين بيبان هي كونفكس ستراكشر ازاي وترانسبيرنت، وهي مغطية يعني زي هي عاملة زي ازازة الساعة كده اللي هي بتغطي على المينا، ديت عاملة زي ايه ازازة الساعة اللي هي بتغطي على القرص المدور، المدور اللي هو اللون بني ده، القرص ده اللي هو الايريس بتاع الاي، والفتحة السوداء اللي في النص دي اسمها البيوبل وهنقولها بعد كده. انما هي الكورنيا عبارة عن ايه؟ الكورنيا عبارة عن كونفكس لينس ترانسبيرنت، هي جاية راكبة على الديسك اللي هو البني اللي هو الراوند ده، وده شكلها من الجنب. ده شكل برضو فيو تانية للكورنيا، وهي هي زي ما تشوف اهوت، هي كونفكس لينس متركبة على الديسك اللي هو لونه بلوش ده، وفي الوسط واضح الفتحة السوداء الكبيرة بتاعة البيوبل، والكورنيا مغطية على الستراكشرز دي. دي فيو تانية برضو، دي شكل الكونتاكت لينس اللي هي بتستعمل بديل النظارة، دي زي شكل الكورنيا بالظبط، دي ترانسبيرنت وكونفكس من ناحية، الكونفكس الناحية اللي هي بتواجه الاير كونفكس، والناحية اللي جوه الاي اللي هي ناحية الاي من جوه ديات كونكيف، وهي ترانسبيرنت شكل دي بالظبط. كورنيا ترانسبيرنت، ايه دلوقتي المواصفات بتاعه الكورنيا ايه؟ احنا قلنا ان هي ترانسبيرنت ستراكشر. يعني ايه ترانسبيرنت؟ يعني بيرميت لايت ريز تو انتر، يعني بتسمح لاشعه الضوء انها تعدي في العين. طبعا ده مهم نفاذيه الضوء دي، لان هو اصلا احنا بنشوف الاشياء ازاي من الضوء اللي بيقع عليها. كونفكس لينس، كونفكس لينس كل مواصفه من المواصفات هي بتادي فانكشن معينه. هي كونفكس لينس يعني معناها بتعمل ايه؟ يعني بتكولكت الريز كلها في فوكس علشان برضو تعمل شارب ايمج. يبقى اذا لو هي مش ترانسبيرنت هتحصل مشاكل، لو هي مش كونفكس هتحصل مشاكل. هي ريجولارلي كونفكس، كونفكس في كل الميريديانز كلها مع بعضها، يعني الانتروبوستيرور دايامتر والترانسفيرس دايامتر والأوبلونج دا والدياجونال دايامتر في كل، لو احنا قسمنا الميريديانز 360 درجة حوالينا هنلاقي الكونفكستي بتاعت اللينس كلها ريجولر. لو ما كانتش الكونفكستي دي ريجولر في كل الأماكن هتلاقي برضو في ديستربنس، ده هيعمل مشكلة. الترتيبة بتاعتها ما تهمنيش قوي لكن الأسامي، لكن يهمني ان احنا نعرف ان هي very delicate structure محطوط يعني very regular، مرصوص الابيثيليوم جنب بعضه، الفايبرز كلها regular، لان الirregularity بتعمل opacity. الirregularity لما تبقى الحاجة regular تبقى transparent، لما تبقى irregular تبقى opaque. وده الفرق ما بين الكورنيا والسكليرة، تلاقي السكليرة لونها ابيض زي اللبن كده، انما الكورنيا ترانسبيرنت. الكورنيا ايه؟ عباره عن ايبيثيليوم على البومنز ممبرين اللي هو البيزمنت ممبرين بتاعه، من جوه طبقه اندوثيليوم رقيقه على البيزمنت ممبرين بتاعها اللي هو الديسمس، وفي الوسط في السبستانشيا بروبريا. السبستانشيا بروبريا هتلاقي الفايبرز بتاعتها كلها ريجولار وكلها فاين وكلها جنب بعضها. ده برضو بيساعد على ايه؟ بيساعد على الترانسبيرنسي. الأوفسالميك نيرف هي heavily innervated بالأوفسالميك نيرف، وده بيساعد على ايه؟ الفايبرز مليانة very fine fibers، دي بيساعد على انها تبقى protected. كل ما الحاجة يبقى عليها نيرف فايبرز كتير كل ما هتحس بأي stimulus خارجية، يبقى أي حاجة هتعمل irritation للكورنيا دي أو تلمسها بس هتلاقيها على طول تحس، وده اللي بيحصل مع الكورنيال ريفليكس، وده عبارة عن وظيفة بروتكتيف للآي. يبقى كل مواصفة من اللي احنا بنقولهم عشان هي ترانسبيرنت ده بيعمل وظيفة معينة وبيعدي اللايت، عشان هي كونفكس ده بيعمل كلير ايمج، علشان بتدي ريجولر على الريز بتقع على فوكس محدد، علشان التيشو بتاعها الابيثيليوم والبومنز ممبرين والسبستانشيا كل الحاجات دي كلها ريجولر، ده بيساعد في انها تبقى ترانسبيرنت. انها تبقى هيفيلي انرفيتد ده بيساعد في انها تبقى ايه؟ بروتكتيف للآي وبروتكتيف لنفسها. ايه فاسكولار؟ ايه فاسكولار يعني ايه؟ ما فيهاش بلاد فيسلز هتلاقيها بتخترقها، هتلاقي التغذيه بتاعتها هنعرف دلوقتي هي جايه لها منين
واخر فيسلز بتبقى واقفه على حروف الكورنيا من بره، ما بتعديش الكورنيا، ما بتلاقيش الكورنيا ترافيرست بايه، باي بلود فيسلز، لان اي بلود فيسلز كانت هتعدي على السطح بتاع الكورنيا كانت هتخليها اوبيك برضو. فده كل دي مواصفات الكورنيا، وكل مواصفه منهم هنشوف ان هي هتعمل ايه في الفانكشن بتاعتها، هتخلي الفانكشن شكلها ايه، واي ديستربنس في في كاركتر من دول هنشوف ان هي بتاثر وتعمل ديزيز ازاي بعد كده. ده شكل الاستراكشر بتاع الكورنيا، واضح اهوت ان هو مصفوف وفيري ريجولار. الابيثيليوم على البومنز ممبرين بتاعه، وجوه الاندوثيليوم على الديسمنس ممبرين، وفي النص طبقه الاستروما اللي هي شوف فيري ريجولار فايبرز، كلها متوازيه وكلها منتظمه، فده بيساعد على الترانسبيرنسي بتاعه الكورنيا. كل ما كانت اللايرز كلها مصفوفة وريجولار كده، كل ما كانت ترانسبيرنت، كل ما كان فيه irregularity كل ما هتلاقيها اوبيك وما بتعديش الضوء بسهولة. nutrition of the cornea، هي دلوقتي اتفقنا ان هي avascular، اما هتحصل على النيوتريشن بتاعها ازاي؟ هيجيلها الجلوكوز والاكسجينيشن والنيوتريشن هيجيلها منين؟ هيجيلها من قدامها، وهيجيلها من وراها، وهيجيلها من جواها، وهيجيلها من حواليها. هيجيلها من قدامها، وقدام الكورنيا في ايه؟ في الاير، الاير ده، وما بينها وما بين الاير في طبقه thin film of tears، طبقه الدموع الرقيقه اللي هي حواليها بتغطي الكورنيا. طبقه الدموع دي هي موجوده بين الاير وبين الكورنيا. الاكسجين اللي في الهواء بيدوب في جزء منه في التيرز دي، وبالتالي يتنقل من التيرز يتنقل للكورنيا، فده مصدر للتغذية بتاعتها، ومصدر مهم جدا واساسي. عشان كده بنشوف ان مثلا لو في حاجة حجبت الكورنيا دي عن الهواء هيحصل ايه؟ حاجة حجبت الكورنيا عن الهواء زي ايه؟ زي مثلا الكونتاكت لينسز اللي هي بتستعمل كبديل للنظارات، وبتستعمل في الاغراض الكوزمتكس كتير كتير دلوقتي، هي لها مضر كتير جدا. ليه بقى؟ لانها هي هتيجي تتحط على الكورنيا تحجزها عن الهواء، ما تخليهاش تاخد الاكسجينيشن بتاعها، وده يعمل مشاكل، ممكن بعد كده يعمل فيها ulceration، يعمل فيها vascularization، يخليها مش transparent خالص، يخليها تتحول لانها تبقى opaque. فدي كلها مهم جدا جدا ان الكورنيا تتعرض للهواء وتاخد الاكسجين من الهواء عن طريق ان هو يتنقل ايه للتيرز ومنه للكورنيا. ده مصدر. المصدر التاني من وراها هو ايه؟ في ايه ورا الكورنيا؟ احنا خدنا الستراكشر بتاع الاي وفهمنا ان قدام الكورنيا فيه الهواء والفيلم اوف تيرز، ورا الكورنيا فيه الانتيريور تشامبر على طول بما فيها من الاكواس هيومر، الاكواس السائل بتاع العين اللي هو اللي احنا قلنا من تركيبه ان هو فيه نسبة اكسجين وفيه نسبة جلوكوز، ودي حاجات هي بتدي نيوتريشن للافاسكولار ستراكشر اللي حواليه. من ضمن الفاسكولار ستراكشر اللي حوالين الاكواس هو الكورنيا، فهي بتاخد النيوتريشن برضو من الاكواس، وده برضو مصدر مهم ليها. من جواها، من جواها في ايه؟ احنا شفنا طبقه السبستانشيا بروبريا اللي موجوده اللي هي ريجولار العريضه دي كلها، دي فيها ليمفاتكس. الليمفاتكس برضو ممكن السوائل اللي فيها ممكن تعمل ايه جزء من التغذيه بتاعه الكورنيا. ومن حواليها، من حواليها في ايه؟ حوالين الكورنيا في داير ما يدور كده فيه الكورنيو سكليرال فيسلز. السكليرال فيسلز دي ايه؟ ماشيه حوالين الدايره بتاعه الكورنيا من بره، وما بتدخلش جواها، ما بتخترقهاش. الكورنيا نفسها ايه؟ فاسكولار، بس على الحرف بتاعه الكورنيا داير ما يدور حواليها في فيسلز. السكليرال فيسلز دي برضو هي بتاخد منها مصدر كبير من النيوتريشن بتاعها. transparency of the cornea، ايه الاسباب بتاعه transparency of the cornea؟ مهمين جدا الاسباب دول، لان transparency ده
لو فقد هتحصل منه مشاكل كتير. اول حاجة خالص الريجولار ارينجمنت اللي احنا قلناه للابسيليوم بتاعها والاندوسيليوم كله مصفوف زي ما احنا شفنا. لو كان في اي irregularity هتلاقي على طول في opacity زيها، تبقى كده تشبه الستراكشر بتاع السكليرا. الستراكشر بتاع السكليرا هتلاقي عكس الكورنيا خالص، هتلاقي irregular في كل حاجة، اما الكورنيا فهي في regular arrangement في الستراكشر بتاعها. No blood vessels، هي avascular، وده طبعا بيساعد جدا في انها تبقى transparent، مفيش اي blood vessels بتخترقها، وكل الفيسلز بتيجي حواليها بس وتقف. No myelinated nerve fibers، هي heavily innervated في السنسوري innervation بتاعة الكورنيا، طبعا بياخد منها الophthalmic nerve اللي هو branch من الفيفث cranial nerve، ولكن مفيش myelinated thick fibers بحيث ان هي تبقى thick وتبقى تمنع الضوء او تعمل ريفليكشن للضوء او تخلي فيه اي اوباستي، فهي ترانسبيرنت لان النيرف فايبرز اللي فيها فيري فيري فاين، ما فيهاش اي مايلينيتد نيرفز، واحنا عارفين ان المايلين شيز بيبقى ثيك ومش هيخليها تبقى ترانسبيرنت. كمان ان الاستراكشرز الموجوده كلها لقينا طبقه اندوثيليوم وبيزمنت ممبرين وسبستانشيا واندوثيليوم وبيزمنت ممبرين، كل دول كل واحده منهم وكل لير منهم لها نفس الريفراكتوري اندكس. ايه هو الريفراكتوري اندكس ده؟ هو قدرة الميديم على كسر الاشعة. لو كان كل الميديا بتكسر الاشعة بنفس القيمة هتلاقي الشعاع ماشي على طول، اما لو كان هو بيدخل على الطبقة الاولى وبعدين ينكسر بقدر معين ويدخل على الطبقة التانية ينكسر بقدر مختلف ويدخل على الطبقة التالتة ينكسر بقدر مختلف، يبقى هيعاني من عدة انكسارات، يبقى هيحصل يعني ريفليكشن للضوء في حاجات مختلفة، فمش هيخلي فيه ترانسبيرنسي. انما لما كلهم كل الليرز دي تبقى لها ريفراكتيف اندكس واحد اللي هو يكسروا الأشعة بقدر واحد، يبقى كأنهم كلهم تيش واحد، كأنهم مش خمسة ليرز، كأنهم لير واحد. كمان المهم جدا في الترانسبيرنسي انها مويسترد باي ذا تيرز، التيرز بتعمل ترطيب للسطح بتاع الكورنيا، فما اي سطح جاف على طول الجفاف على طول بيساهم في ان يحصل اوباستي. ليه؟ لان الجفاف بيساعد على ان اي مثلا اتربه اي فورين بودي يقف يلزق على المكان ده، فعلى طول يبقى يبقى بعد شويه يبقى اوبيك. اما يبقى مويسترد شويه بالتيرز ده بيساعد على ان هو يبقى فيه درجه ترطيب معينه ما تخليهوش يبقى اوبيك. بس الترطيب ده لو زاد، لو في اكسسيف تيرز مثلا، او احنا نلاحظ ان احنا لما نكون بنعيط كده ولا حاجه وتلاقي فيه طبقه تيرز كتير على العينين تلاقي الرؤيه بليرد، فلو كان في كميه هايدريشن او فلويدز كتير قدام العين ده هيخلي فيه ده مش مطلوب. المطلوب يبقى very thin film of tears، ده يعمل درجة ترطيب بسيطة جدا، ولا عايزين الكورنيا تبقى فيها جفاف ولا عايزينها تبقى مليانة بالسوائل، الحالتين الاثنين ما يخلوهاش transparent. اما اللي مطلوب دلوقتي ان هو tears حاجة بسيطة جدا تخليها مرطبة بيها. كمان يبقى فيها partial dehydration زي ما احنا بنقول كده، هي partially dehydrated وما بين midway ما بين الهايدريشن والديهايدريشن. هي هايدريتد بايه؟ هايدريتد بان بيبقى جواها شوية فلويدز وحواليها فلويدز بتاعت التيرز، وديهايدريتد بايه؟ ديهايدريتد بان اي فلويد زيادة فيها بيتشال بايه؟ اي فلويد زيادة بيبقى بيحصل لو في اكسسيف تيرز ولا حاجة تحصل لها ايفابوريشن، يعني لو ده الطبيعي يعني، انما لو مش طبيعي وفي اكسسيف تيرز هتلاقي طبعا الرؤيه بليرد وهتلاقي ده يعوق الترانسبيرنسي بتاعه الكورنيا. الايفابوريشن اوف تيرز ده بيخلي في درجه معينه دايما السين فيلم يتبقى واي ما حاجه زادت عن كده بتتبخر. بارشيالي دي هايدريتد كمان بايه؟ جواها في ميكانيزم انتوا عارفين اللي هو الترانسفيوجن بتاع الفلويدز، في حاجات اسمها بامب ميكانيزم. بامب يعني ايه؟ يعني بتستهلك طاقه،
واللي بيستهلك طاقة بيساعد على ان هو يعمل الحاجة دايما اجينست القوة العادية بتاعتها، فأي كمية فلويد موجودة زيادة في الكورنيا يشيلها يطلعها بره. ايه كمان يساعد على البارشال دي هايدريشن بتاعها؟ ان الاوزمولاليتي بتاعت الاكواس اللي هو حوالين جنب الكورنيا هاير عن الكورنيا. فاي فلويد انتوا عارفين الفلويد بينتقل منين؟ من الاوزموتيك بريشر القليل اللي هو الهايبوتونيك للهايبرتونيك، فالاكواس هايبرتونيك بالنسبه للكورنيا فيقدر يسحب منها اي فلويد زياده. من عوامل كمان الترانسبيرنسي بتاعت الكورنيا مهم جدا جدا فيتامين A، لان فيتامين A بيمنع الدراينس بتاعت الابثيليوم وبيساعد بيعمل حاجتين، بيمنع الدراينس بتاعت الابثيليوم وبيساعد على الريجولار ارينجمنت بتاع الابثيليوم، والحاجتين دول في غاية الاهمية. يعني فيتامين A ديفيشنسي، الحالات اللي فيها فيتامين A ديفيشنسي هنلاقي مشاكل كتير في الكورنيا، هتلاقيها يعمل حاجة اسمها زيرو فسالميا كيراتينايزيشن وكيراتوماليشيا. الزيرو في سالميا دي اللي هي دراينس للكورنيا، والكيراتينايزيشن يعني ايه؟ يعني طبقة كيراتينايزيشن تبقى محوطة بدل التشو ما هو كان ليه الستراكشر الابيثيليوم اللي هو الرؤية اللي كان موجود ده، هتلاقي طبقة اوف كيراتينايزيشن، هتلاقي فيه ده طبعا هيعمل ايه؟ يخلي ترانسبيرنسي تبقى لوست، وبعد شويه يحصل حاجه اسمها كيراتوماليشيا يعني ايه؟ ويكنس في التشو، فهتلاقيه بروترودد من اجزاء لاجزاء كده، وبعد كده يخلص في النهايه على ان يحصل فيها اوباستي. ففيتامين A مهم جدا جدا للترانسبيرنسي بتاعت الكورنيا، ونقصه بيعمل مشاكل فيها كتيره، وفي الاخر بتؤدي ل لوس للفيجن. الرايبوفلافين اللي هو فيتامين بي 12 ده important for enzyme اسمه فلافوبروتين، والفلافوبروتين ده يعني لازم فيتامين بي 2 هو بيساهم في تكوين الفلافوبروتين، والفلافوبروتين مهم علشان اي structure اي vascular مفهوش blood vessels بيحصل على الاكسجينيشن وعلى النيوتريشن وعلى الحاجات بتاعته عن طريق يعني ايه؟ بياخد ايه؟ حاجة تانية اسمها انيروبيك التغذية، يعني ايه؟ من مش مباشرة، من ما عندوش بلاد فيسلز تديله على طول الاكسجين فبيساعده حاجات معينة. يبقى الفلافوبروتين ده بيساعد الريسبيريشن في الافاسكولار استراكشر. مفيش فيتامين بي 2 يبقى معناها الاكسجين قل، يبقى معناها هيحصل فاسكولاريزيشن وهيحصل اوباستي بعد كده. هو دايما اي تشو ما بيعاني من اسكيميا الاكسجين بتاعه بينقص، يعني لما التشو ده الاكسجين بتاعه بينقص يعني هيحصل له حاله بنقول عليها اسكيميا. لما التشو يبقى اسكيميك على طول تلاقي البلاد فيسلز اللي حواليه تبتدي تنمو، يحصل ايه؟ حاجه اسمها انجيوجينيسيس، وتبتدي يحصل بروليفريشن للبلاد فيسلز، والفيسلز زي ما بدل ما انا قلت لكم انها واقفه على حرف الكورنيا عند السكليره بره كده، تبص تلاقي عماله تسحف على حروف الايه؟ التشو اللي هو خلاص مش قادر يحصل على التغذيه، يعني هو ما فيهوش بلاد فيسلز ومش قادر يحصل على التغذيه من الاجهزه اللي حواليه، تقوم البلاد فيسلز تعمل ايه؟ تسحف وتنمو على الجسم ده علشان تغذيه بدل اللي هو فقده. وبالنهاية بعد ما هي يبقى فيها blood vessels دخلت جواها يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل فيها opacity. يبقى لما فيش فيتامين بي 2 وما فيش عامل، اي عامل من العوامل اللي احنا قلناها في الترانس يعني في تساعد على التغذية دي، يبقى على طول هيحصل vascularization، ومعنى vascularization ان يحصل على طول opacity. ادي شكل الكورنيا الفاسكولاريزيشن،
شايفين ازاي الفيسلز بتيجي من على الحرف بتاعه الكورنيا وتبتدي تنمو 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 وتدخل على الجزء اللي هو اللي كان ترانسبيرنت ده، ويبتدي بعد شويه يحصل اوباستي، يعني نيو فيسلز بتبتدي تنمو على الحروف وتخترق الكورنيا وتعمل اوباستي. وادي شكل الكيراتينايزيشن اللي هو بسبب نقص فيتامين اي، فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل زي ما قلنا زيرو في سالميا اللي هو دراينس، وكيراتينايزيشن اللي هي دي هتلاقي طبقه كيراتينايزد كده، طبقه الكورنيا ما عادتش ترانسبيرنت اهيت وباين فيها الكيراتينايزيشن. ده كمان شكل الكيراتوماليشيا، برضو احنا قلنا فيتامين اي ديفيشنسي بيعمل زيرو في سالميا، كيراتينايزيشن، كيراتوماليشيا. كيراتوماليشيا يعني ويكنس في التشو فبيخليه بروترودد ويخليه فيري ويك، وفي الاخر برضو بيحصل كومبليت اوباسيتي. وادي شكل في الاخر الكورنيا، الاوباستي اصبحت مش ترانسبيرنت خالص ولسه باين فيها الفيسلز، وكل ديت كومبليكيشنز ان هي دلوقتي مع اللي احنا قلنا اللي احنا شرحناه كله causes of transparency of the cornea، حاجه من اللي فاتوا كلهم مش موجوده في الاخر بتأدي للمنظر ده، وطبعا بيبقى فيه كده يعني ايه loss للفيجن خالص لان الكورنيا اصبحت اوبيك وما هيش هتعدي اللايت خالص. الاكسجين بتاع الاير اللي هو ديسولفد في التيرز ومصدر اساسي من تغذية الكورنيا، شوف هنا ده دلوقتي ماسك كونتاكت لينس في ايده هوت وهيحطها في عينه على الكورنيا، فلما هيحطها هتحجب الكورنيا عن الهواء وهتخلي الاكسجينيشن بتاع الكورنيا يبقى فيري ليتل، وطبعا ده دينجرس جدا لان بعد شوية هيحصل فيها تشو ما بيجروش اكسجين، هيحصل له ايه بأي تشو من غير اكسجين بيموت، يبتدي يحصل له ulceration واوباستي ومشاكل بسبب ان هو ايه فاسكولار وما حصلش على التغذية الكافية بتاعته من الاير اللي هو محيط بيه. functions of the retina of the cornea، اول حاجة انها convex lens refractive power بتاعتها 45 diopters، يعني هي عدسة مجمعة بتجمع الأشعة بقوة قدرها 45 دايوبترز، ودولت هما تلتين الباور تقريبا بتاعة العين، قوة العين كلها على بعضها لو كانت مثلا 65 دايوبتر فتلتين منهم على الكورنيا والتلت اللي فاضل هيبقى جاي على اللينس لما احنا نشوف بعد كده. طيب هي دلوقتي بتجمع الأشعة كلها وتوقع الصورة على الريتينا، عشان كده هي بتعمل كلير ايمج، احنا بنشوف الصورة كويس بالريفراكتف باور دي، لو الصورة مش بالظبط على الريتينا مش هنشوف كويس. مثلا لو زادت القوة بتاعت العدسة بتاعت العدسة المجمعة دي اللي هي الكورنيا، او الكلام ده منطبق على اللينس برضو بتاعت الاي، لو زادت الباور بتاعت التجميع بقت مور كونفكس دي او دي هيحصل ايه؟ ساعتها قدرة التجميع هتزيد وهتجمع الأشعة زيادة قوي وبسرعة قوي، فهتوقع الصورة في بقرة قدام الشبكية مش على الشبكية، يعني in front not on the retina، وساعتها مش هنشوف كويس، وده اللي احنا بنسميه قصر النظر، يعني نشوف الحاجة القريبة كويس أما البعيد ما بنشوفوش كويس، وده اللي اسمها المايوبيا. طب لو الديوبتريك باور ديت مش 45 مش مظبوطة، لو قلت القوة عن كده بقت القوة مثلا اقل من الكلام ده بانها تبقى less convex هي او اللينس برضو بتاعت الاي، ساعتها قدرتها على التجميع هتقل، وعلى ما تقدر بقى تجمع الاشعة هتفضل تجمع يعني بضعف 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 على ما تجمعها ورا الريتينا، يبقى هتبقى بقرة ورا الريتينا مش على الريتينا، وفي الحالة دي برضو مش هنشوف كويس، وده اللي بنسميه طول النظر. يعني ايه؟ يعني نشوف البعيد كويس عكس الاولاني، نشوف البعيد كويس اما القريب ما نشوفوش قوي، وده اللي هو احنا بنسميه الهايبر متروبيا،
يبقى اذا اول وظيفه ايه من وظائف الكورنيا؟ انها تجمع لي الاشعه لانها كونفكس لينس بقوه 45 دايوبتر وتوقعها لي بالظبط على الريتنا. كده هشوف كويس، وقعتها قدام الريتنا او وقعتها ورا الريتنا مش هشوف كويس. تاني حاجة انها بتسمح بالباسج اوف لايت وتعديه لانها هي ترانسبيرنت، طبعا هي بتسمح للضوء اللي هو منعكس من على الاشياء بانه هو يعبر العين ويعدي ويوصل للريتنا. لو هو معداش، يعني لو هي كانت اوبيك ومعدتش الضوء، طبعا مش هنشوف كويس. تالت حاجة انها بتعمل شارب ايمج على الريتنا برضو. ازاي؟ لانها هي ريجولر. ريجولر يعني ايه؟ يعني الكيرفتشر بتاعها في كل الميريديانز كله واحد، يعني كونفكس بنفس القدر في كل الميريديانز، مش مسطحة من ناحية ومنبعجة من ناحية تانية، لا ده كله كونفكستي واحدة كأنها من جزء من كورة كاملة الاستدارة، وبالتالي قدرتها على تجميع الأشعة واحدة في كل الميريديانز، فهتروح لما كل الأشعة في وان فوكس، بقرة واحدة بس، بقرة واحدة بس توقعها على الريتنا نقوم احنا نشوف كويس. اما لو في ميريديان مثلا اختلف عن التاني في الكونفكستي، يعني كانت كونفكس من ناحية اكتر من ناحية التانية، سواء بقى انتروبوستيريور او ترانسفيرس او دياجونال، اي واحد من دول اوبليك ديامتر، في الحالة دي يكون كونفكس اكتر من التاني، يبقى هي مش هتقدر تجمع الاشعة في بقرة واحدة، يبقى هتجمعها في ايه؟ في اكتر من بقرة. يبقى الصح ان هي الفانكشن بتاعت الريتنا تبقى ايه؟ ريجولار كيرفتشر. فالريجولار كيرفتشر يعمل شارب وان فوكس على الفوكس دي واحدة بس، تحط الايمج على الريتنا. طيب ما حصلش كده بقى وكان واحد ميريديان غير التاني، ساعتها هتجمع الايمج في ايه؟ في مور ذان وان فوكس، مور ذان وان فوكس. اما يبقى عندي اكتر من بقره، هتلاقي بقى اكتر من بقره تعمل تشتت في الفيجن وتخلي الصوره بليرد، بعض البقر تقع قدام الريتنا وبعض البقر تقع ورا الريتنا، بعض البقر تقع ورا الريتنا، وبالتالي برضو كده مش هشوف كويس، وده اللي احنا بنسميه استجماتيزم. شوف هنا حصل 3 ديستربنس من يا اما الريفراكتيف باور تتغير، عملت 2 ديستربنس مايوبيا وهايبر متروبيا. الريجولار كيرفتشر لو حصل فيه تغيير تعمل الاستجماتيزم اللي احنا بنقول عليه ده. طيب والميديكيشن؟ هي طبعا بيرميابل، بتعدي الايزوتونيك دروبس وفلويدز، وبالتالي احنا ممكن ندي الميديكيشنز في صوره اي دروبس وتبقى تجيب نتيجه وتبقى مفيده عن طريق انها كورنيا بيرميابل. الحاجه اللي بعد كده انها بروتكتيف. بروتكتيف لنفسها وبروتكتيف للاي. بروتكتيف ازاي لنفسها؟ اولا هي للاي انها بتعمل الترا فايوليت ريز ابزوربشن، الجزء اللي احنا بنتعرض ليه من اشعه الشمس. في بعض الاشعه الضاره، في بعض الاشعه الالترا فايوليت ديت بتبقى مضره لو دخلت العين ووصلت للشبكيه، فهي بتمتص جزء منها. الحاجة التانية والمهمة جدا جدا ان الكورنيا في حاجة اسمها كورنيال ريفلكس. الكورنيال ريفلكس ده بينشأ ازاي؟ بمنتهى السهول، لان الريتنا انرفيتد بالسنسوري نيرف فايبرز اللي واخدة منها، اللي بتاخد منها الاشارات والامبولسز، اللي هو الاوفثالميك نيرف اللي هو برانش من الفيفس كرينيال نيرف. ده بيعمل يعني ايه؟ انرفيشن للكورنيا وبيخليه حساسه 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 لاقل حاجه من دست او فورين بودي او حاجه تيجي عليها تعمل اريتيشن، تروح على طول الكورنيا مستجيبه بثريشولد بسيطه جدا من الاستيموليشن، تروح موصله الاشاره بمنتهى السرعه للايه؟ السنترال نيرفوس سيستم، يروح السنترال نيرفوس سيستم يرد يبعت الايفرنت امبلسز بتاعته في الايه؟ الاي البوس اي ليدز، تقوم يحصل كونتراكشن للمصل وتقفل الاي ليد، تقوم تحمي كده العين، تحمي الكورنيا وبالتالي تحمي العين اللي جواها من اي انجري هيجي لها، سواء من الدست او من الفورين بودي اللي هو ممكن يعمل لها اريتيشن وستيموليشن. دي اللي هي المايوبيا او النير سايت.
ادي زي ما احنا شايفين اهو، يعني ايه مايوبيا او نير سايت، يعني دلوقتي الكونفكستي بتاعه الكورنيا، هو الكلام ده ينطبق على الكورنيا واللينس بتاعه الاي. احنا هنقول هنشرح اللينس على طول بعد كده، ان الكونفكستي لو زادت بتاعه دي او بتاعه دي يبقى كده الدايوبتريك باور هتزيد، وفي الحاله دي هيحصل حاجه اسمها نير سايت. شايفين الورده متشافه كويس ازاي كلير، الورده دي قريبه، وشايفين بقيه الايمج عامله ازاي، الحاجات البعيده اللي ورا النخل والبسين الموجود والحاجات كلها هيزي. يبقى البيشنت اللي شايف الرؤيه دي شايف ايه؟ شايف القريب كويس، عشان كده واسمه نير سايت، شايف القريب كويس انما البعيد ما بيشوفهوش، دي اللي هي المايوبيا. ده لما يبقى فيه الدايوبتريك باور مش مظبوطه. طيب برضو ديزيز تاني اللي هو الهايبرمتروبيا، اللي هو التاني اللي فات اسمه قصر النظر، ده اسمه طول النظر. طول النظر الهايبرمتروبيا او الفار سايت يشوف الشكل عامل كده، شايفين ازاي عكس التاني، الاجزاء القريبة اللي قدام، اي اللي قدام ده هو اللي قريب هيزي خالص، والاجزاء البعيدة الولد اللي واقف ده متشاف كلير خالص. هو كل ما قربنا قدام كل ما الرؤية بقت هيزي، كل ما بعدنا ورا بقت كلير، ده اللي هو احنا بنسميه طول النظر. برضو ده بيحصل امتى؟ اما ان اللينس بتاعت الاي او الكورنيا يبقوا less convex. الشكل ده بتاع ايه؟ برضو رؤية هنا مش سليمة. لو في الكيرفتشر بتاع الكورنيا قلنا هو لازم يبقى ريجولر في كل الميريديانز، لو الكيرفتشر ده ما كانش ريجولر في كل الميريديانز وكونفكس من ناحية عن التانية في اي ميريديان منهم، هيحصل حاجة اسمها استجماتيزم، والبيشنت هيشوف الصورة بالشكل ده، هتبقى الخطوط الطول ما هيش منطبقة مع خطوط العرض، وهتلاقيه الصورة هيزي بالشكل ده، وفيها ميل من ناحية وفيها ما هيش مظبوطة.